بالنسبة للموضوع السيادة العراقية، إيران لم تتدخل في السيادة العراقية، بل هي تمتلك السيادة العراقية بالكامل. نعم، الساسة العراقيين لا يوجد لهم دور في العملية السياسية، فقط أنهم مجرد موظفين تحت ولاية الفقير، تحت إشراف السفير الإيراني الموجود داخل بغداد. بالنسبة لإيران، هاي السياسة معروفة مالتها ومكشوفة. اليوم إن تريد تتحاور مع أي طرف من الأطراف سواء كان داخلي أو خارجي، تبعث بعض المسجات المبطنة من خلال أذرعها الموجود. كما تعرف أستاذ أنه إيران تمتلك عدة أذرع، الأذرع سياسية، اقتصادية، عسكرية، عقائدية، تمتلك هذه الأذرع، تبعث بهاي المسجات إلى الطرف الآخر، أي بمعنى نحن قادرين على أن نضرب أربيل، قادرين أن نضرب السفارة، قادرين أن نعمل كذا، في حالة أنه ما تم اتفاق ما بين الإقليم، مثلا ما بين الإقليم وبين حكومة المركز في عملية الموازنة. فهذه أنت نادى تحكي خارجيا هسه، لحد الآن إيرانيا. أي حلو. نعم، بالنسبة للموضوع الحكومة العراقية اليوم، الدور وين دور الحكومة العراقية من خلال هذه الميليشيات الموجودة بالداخل؟ اليوم ميليشيات تهدد السعودية وإيران تهدد أربيل. طيب الحكومة اليوم دورها وين إذا كان موجود فعلا، إذا كانت عندنا حكومة السوداني؟ نعم، هي الحكومة احنا مؤمنين انه هي تابعة للإطار، تابعة الى إيران. طيب دورها وين راح يكون؟ احنا مو فقط انه نسمع بالإعلام الموجود بالقنوات الفضائية انه الحكومة دارة السيادة ومستقلة. طيب السيادة وين اليوم؟ خلنا نراجع نفسنا شوية. أربيل مهددة، دور رئيس الوزراء لا تصريح طلع صرح لنا بالتلفزيون، ولا تغريدة على تويتر، ولا أي فد، نقول فد موقف.